أخبرني شخص ممن يعيش في إحدى دول الجزيرة العربية أن مجموعة من البنات الشابات اتفقنا على أن يعملن رحلة يطفنا على ما يطفنا من البلدان ومن الأقطار وبدون محارم. فجاءت إحداهن إلى أبيها تستأذنه أن تذهب معهن، فأبوها لم يأذن لها وبين لها أن هذا حرام في شريعة الإسلام، والمرأة لا سيما الشابات معرضات للفتك بهن من قبل الذئاب البشرية. فالبنت لم يعجبها ما فعله أبوها وما قاله أبوها، فذهبت إلى القسم واشتكت به هناك، فدعي أبوها إلى القسم وقيل لا لما تمنع ابنتك من أمر مباح لها، نعوذ بالله من التقول على الله، من أباح هذا؟ إنهم صناديد الكفر، هم الذين يبيحون هذا في بلادهم، فمن فعله في بلاد المسلمين فإنما اقتدى بصناديد الكفر، وإلا فالإسلام معروف شأنه في هذا. فقيل له لما تمنع ابنتك من أمر مباح لها؟ فقال لهم هذه ابنتي وأنا أبوها وأنا مسؤول عنها أمام الله عز وجل. قالوا ادخل السجن، فسجنوه، وبعد مدة وهو في السجن قال اخرجوني، ثم قال لهم خذوها لكم خذوها لكم خذوها لكم.